السلام عليكم، مرحبا بكم عندي اليوم من جديد من قناة شامي كيك ديكوراسيون. اليوم ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش عدلت هذه الطرطة، هذه لويس بيتون المزورة. الطابع لويس بيتون عدلته بلا رشام بلا حتى شي حاجة، فيه شوية الاغلاط لان اول مرة كان عدل هذا، يعني هذا الاسم هذه الماركة هذه يعني غير بيدي بلا رشام بلا حتى شي حاجة، وحتى نزلتها عاد يعني شفت الغلط فين عملته، ولكن ماشي مشكل. مهم المنظر هو يعني عطى المنظر مزيوان، وغادي نحاول نوري لكم يعني المراحل كاملين اللي بديت بها بهذا الطرطم. ماشي مراحل كاملين، بعض المراحل لان الكيكه كنت عدلتها لان سبق لي شاركتها معكم، والكريمه حتى هي سبق لي شاركتها معكم. هذه الطرطه هذه هي اول طرطه اللي كنت عدلت لويس بيتون شحال هذه، ودابا غادي نشارك معكم الثاني طرطه. ودابا غادي نبداو غادي نبدا نقطع الكيكه، لان نتوما كتشوفوا كيف جا واحد الجهه عاليه على اخرى، غادي نحاول نقطعو متساويا. وكما كتشوفوا من الجناب جاو يعني ما عندهمش ديك البونتا، اولا كما كنقولوا يعني ما جاتش المربع معوض، يعني جاو محرف من القناه. غادي نحاول نقطعو باش نرجعو يعني مربع معوض. دابا غادي نقوز باش نفزق الكيكه ديالي. تقدروا تفزقوها باي عصير كيعجبكم، د الخوخ يعني اي عصير بغيتو كتفزقوها به. وهذه النطه ديالي او كريمه الخفق اللي وجدتها نهار قبل، يعني شفتوا الطريقه ديالي، انا كنسخن يعني النطه وكندوب فيها الشوكولات، وخليته ليله كامله كيبرد حتى الصباح. عاد منطيت هاد النطه هادي، عاد طلعتها وحشيت عاود في النبيره او في المبرد تزيد تبرد باش كتزيد تقصح معنا شويه. واذا بغيتوا النطه تجيكم قاصحه على هيدا، يعني دائما غتضعفوا يعني القياس ديال الشوكولات. بحال مثلا انا كنعمل لترو ديال النطه مع كيلو ديال الشوكولات، نتوما غتعملوا مثلا كيلو لترو ديال النطه مع كيلو ونص ديال الشوكولات. هيدا باش تجيكم الكريمه واقفه بزاف، كتجي واقفه وعقده مزيان. دابا غادي نحاول يعني نساوي هاد الحواشي ضد الطرطان، نخليهم متساويين ماشيين. من بعد ما نكمل الطرطه ديالي غادي نحشيها في المجمد ماشي في المبرد، يعني في الكونخيلادور ماشي في النبيره. غادي نحشيها باش تبرد معايا على بيد ما نحضر انا او نطلق العجينه ديالي. كما كتشوفوا دابا يعني عملت السكر بزاف في العجينه باش نطلق العجينه ديالي. عملت سكر بزاف باش العجينه ما تلصقليش فوق اللورنيه او فوق سطح العمل، ولكن باش نزول هاد السكر هذا استعملت هاد الورق هذا ديال المطبخ، فزكته بشويه ديال الماء وبديت كنمسح العجينه ديالي. ها هي الطرطه ديالي دابا من بعد ما خرجتها من الكونخيلادور او من المجمد. ها نتوما كتشوفوا كيفاش يعني الكريمه وقفات فيها بردت فيها مزيان. دابا كما كتشوفوا غادي نحاول يعني نعوض هاد العجينه هذه فوق هاد الطرطه هذه. وفوي ما تشوفوا يدكم بدا كيلصق مع العجينه، دائما مسحوا يدكم بالسكر كلاصي. هاد اللون هذا غتقصيوني يعني منين شريت هاد اللون هذا، هذا انا ما شريتوش، يعني شريت الفندان او العجينه السكر شريتها ميركادونا بيضه، وانا لونتها بالكاكاو. يعني ديك المقطع اللي كنت كنلون فيه كنت غنوريه لكم ولكن تحدف لي. بالحق انا غادي نشرح لكم دابا، يعني كنقبض الكاكاو، قبضت تقريبا يعني كيلو ديال الفوندو او الفوندان او العجينه السكر، يعني كيلو منها كيلو ديال العجينه بيضه، دات لي 10 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو المر.
كنخلطو مع شويه د الماء، كنبقى حتى كنكون فحال واحد العجينه، بحال كتكون معايا واحد العجينه ديال الكاكاو. ديك الساعه كنخلط مع هاد العجينه السكر، كنخلط معاه وكنبقى نعجنها مزيان. طبعا ديك الماء اللي يعني اللي خلطت به الكاكاو فزق لي العجينه ورجعت لي كتلصق بزاف، ودات لي تقريبا نص كيلو د السكر كلاصي اللي دخلت فيها باش رجعت لي العجينه ديالي قاصحه، وخلطت معها حتى بعد القطرات من الفاني. دابا كما كتشوفوا كنحاول نخرج يعني الحشيه د الطرطه باش تجي واقفه، باش تبان كانها يعني طرطه واقفه، كتجي الحشيه ديالها معوطه بحال هيدا. كنبقى نضغط عليها غير هيدا بيدي كيف ما كتشوفوا. دابا بهذا الرشم هذا غادي نحاول يعني نرشم غير المربعات هيدا في الطرطه ديالي. غادي نحاول نتكي غير بشويه، نضغط غير بشويه، لان من بعد عاود غادي نعاودو بهاد فحال السكين هيدا د البلاستيك اللي غيعاونني نخرج الرشم ديالي معوض. دابا غادي نحاول نرشم الطرطه ديالي من فوق بهذا الرشم هذا، ولكن ما غادي يجيش من جهه اخرى، لان هاد الجهه هذه وجه متساوي معها وهاد الجهه جا صغير. اذا غادي نحاول نكمل بالمسطره، غادي نرشم يعني من العقيقه هذه من العقيقه اللي كاينه فوقي في جهه اخرى. Thank you.
دابا غادي نقوز باش نعدل الرشام هذا الويسبيتون، نحاول نعمل هاد السيليكون هادي بغرطي حيت عندي هاد الرشام هذا الصغير، غادي نحاول نعمله بغرطي ونحاول نتبع في حاله، يعني نحاول نخرج في حال هاد الماركة هادي. الغلط الاولي اللي عملت يعني هو هذاك ال ما جاتش معوطه، هيدا هبطه عليها قطعتها، دابا باش نقطعها انا زولتها وغادي نحاول نعمل ال اخرى باش نكمل الكمال د ال هيدا طلع في وسط في. ولكن في الاول كان عليا نعدل في هي الاوليه وعاد نعمل ال هيدا فوق منها مشى باش كان غيجيني ديك الساعه معوط، ولكن من الاخطاء نتعلم. الغلط الثاني اللي عملت هو هذا، هو هاد ال هادي جبتها هنايا غليطه كما كتشوفوا، يعني كان خاصها تجي رقيقه وديك الفي بقد يعني تبان. كيف ما عدلت في هاد الصابلي هذا، يعني هذا بالرشام عدلته، ها هي لويس بيتون يعني جات معوطه، ال جات باينه وفي جات باينه. دابا كيف ما كتشوفوا كنحاول هاد الشيطه هادي عندي نفزقها بالماء بشويه د الماء، يعني كنفزق بالماء وكنمسحها شويه، عاد كنبدا نقوز. انتما كما كتشوفوا كنمسحها غير في يدي هيدا باش كنقوز على المواطع اللي فيهم السكر كلاصي باين.
دابا كنحضر لاصوص وما عرفتش شنو كيقولوا لهم بالعربيه يعني. المهم انتما تشوفوهم معايا يعني. دابا بغيتوه يجي، واذا كنتو غتعملوه ناعس من الاحسن نعملوا له هاد يعني هاد الورق د المطبخ باش يبقى قابط هاد الفورمه هادي، باش يبقى هيدا منفخ بالحق الصو يعني واحد النهار كامل باش يبس، باش يبقى قابط، باش يبقى هيدا. ولكن في الحاله ديالي انا غادي يعني ما عجبنيش هيدا ناعس، غادي نعملو واقف. اذا بعد غادي تشوفوا معايا بانني غادي نزولو وغتشوفوني كيفاش غادي نوقفو. هنايا عندي الملون الذهبي بودره، غادي نزيد عليه بعض قطرات من الماء وبه غادي نطلي هاد الماركه هادي لويس فيتون.
هاد الطرطات تخلي فيه هاد الفوندان او العجينه السكر، تخلي فيها كيلو ونص تقريبا، والوزن اللي جا فيها هو 4 الكيلو. أتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم، وكما العادة كيف ما كنقولكم دائما ما تنسونيش بالتعليق ديالكم المزونين اللي كيفرحوني واللايكات ديالكم. وبالنسبة للناس اللي جدادين معنا في القناة ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على أبوني أو سوسكريبير أو اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعمله. وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.